فين ايه ده؟ ده مين بيفاجئ؟ من غير ده انت بتعاكس بركتك القرف. ايه يا نوسه في ايه؟ ماله مالك ده؟ مفيش، ده ولا عبيط كده بس ما اتصرفت معاه. ايه في؟ انت رايح فين؟ انا رايح مشوار كده وبعد كده اعدي على المكتب. طب والمكتب قفلته؟ ما انا بدور عليك يا نوسه من الصبح وكذا زبون جه ومشي، واعمل ايه طيب؟ يا عم كنت بشتري فستان وجزمه، هو انا كفرت؟ طب خلاص انا همشي بقى. طب بقول لك، شقه المنصور محمد سقعها لي. اشمعنى؟ اصل صالح جاي. شلها يا صالح، واذا ما جاش يا نوسه؟ تفهم من بقك يا اخي، بقول لك جاي ورحمه امي جاي. ماشي يا نوسه انا ماشي. سلام. ماشي يا نوسه. فقري كده يا بنتي يا نوسه، بقالك كتير ما اشتريتيش لنفسك اي حاجه. برضه الواحد لازم يتدلع. وانا اقول روحتي بدري ليه النهارده؟ اتاريكي شكلك كده مظبطه لخروجه. ولا مظبطه ولا حاجه، انا بس كنت ماشيه في الشارع عجبني فستان وقلت اجيبه يعني ادلع نفسي شويه. دلعي نفسك يا اختي، ما تدلعيش نفسك ليه؟ عارفه يا بنتي يا نوسه، لو لبستيه هتبقي ولا هواني من زمالك. طب ما احنا منهم يا بت، واحنا اقل منهم. طب البسيه بقى وانزلي بيه النهارده. افكر سيبهم عشان خلاص انا خسرت كتير قوي، وحاسس كده ان خلاص الحظ جالي وهكسر الدنيا. اي حاجه هكسب. سين اي هاف ا فيليبينو فاميلي اند اي هاف تو سند ذم ماني. بغض النظر عن اللي انت قلتيه، اديلي 1000 دولار واتفرجي حسونه هيعمل ايه. ده انا هتشقلب. مفيش دولارات تاني حسين. اسمعي مني، انا عندي احساس هكسب جامد. يلا هما 100 دولار واحده حسين. ليه بنلعب رفه؟ يعني اي حاجه اشوفي كده معاكي هكسب. بقول لك الحظ معايا. ايوه بس حلوين، احنا هنفتح بال 100 دولار دول وربنا هيسلقها. حلوين. انا بقيت بكره موضوع القمار ده. عطل الطريق بتاعك يا اسد. انا اللي انا ليه؟ وبعدين معاه ده؟ بس معلش يا علي، يا علي، يا شعبان، يا حسين، يا حسين، يا علي، عاملين بطلقية على الطريق. خلاص نخلص خالص. اركب عربيتك يا عم، يا عم عليا عربيتك. اطلع بقى على عربيتك يا شعبان. امشي يا شعبان، اركب عربيتك. ديت واقف تخرب في الصحراء. هم اللي عاملين لي فيها بلطجيه الطريق، ما لهمش يطلعوا في الدوله اساسا. انت كويس؟ اه الحمد لله تمام، مفيش حاجه. انا كنت خايف بس على التيشيرت بتاع رونالدو طلعت بس. رونالدو مين يا ابني؟ انت عمرك شفته غير في التلفزيون؟ والله العظيم ما ضيع عليه، هو طلع كل يوم في اسبانيا. ماشي يا عم كريستيانو، انت جاي منين؟ من بحرين يا دولة. معاك حاجه يالا؟ اي حاجة ايه؟ انت اخويا ومربيني وعارف، ما فيش حاجة. ماشي. ماشي رايح فين؟ لا ايه، طالبة خفة دم. عندي تحميلة في مصنع أغذية تعدي عليا، عايزك ضروري. حاضر أعدي عليك، يلا سلام. بطل تتخانق مع الأسطوات على الطريق، ما ينفعش كده. والله سواق أنت كده كده. يا ابني أنت سواقتك ليه بسرعة؟ وتزنيقك عليهم بيسخن الأسطوات عليك. قصدك فرعون دي اللي بتسخنها. يا عم الفرعون قلنا 100 مرة، السواقة دي فن وذوق. وأخلاق. ما أنا عارف يا دولي، ما أنت اللي مربيني ومعلمني. معلمك إيه يا روح أم؟ ما تفهمنيش غلط، السواقة. طب ما تسوقش فيها، تعدي عليا في المصنع ضروري. حاضر. ما تخانقش مع الاسطوات. حاضر. سوق بالراحه. حاضر. اه حاضر، ادب قرود. اخفى من قدامي. حاضر. سوق بالراحه. حاضر يا دولي، حاضر. سلام.
الدنيا لسه الصبح يا نوسه وقلت اشرب حجرين. حجرين؟ بقول لك ايه يا سمير بطل عوق، انا مش كل يوم هسيب شغلي واجي اقف مكانك في الدكان. وانا قلت لك تيجي تقف مكاني في الدكان؟ انت اللي غاوتك وزي ابوك الله يرحمه. الله يرحمه هو سبب في الوكسه اللي احنا فيها، لولاه ما كنتش اتجوزت اختي. هو في زي اختك يا نوسه؟ طبعا يا بيه، هتلاقي فين جوازه زي دي؟ البيت بالدكان. برضه اسكت والتزم لازم. بقول لك ايه يا سمير؟ ما تجيب من الاخر كده وتقول لي في مخك ايه؟ انا لا في مخي ولا في جزمتي يا نوسه، انا مش عارف انت واقفه معايا كده ليه؟ ليه يا شيخ؟ مش عارف يعني ان انت مهمل وبتلعب بديلك؟ ديلي؟ وانت سايبه لي حاجه اعملها. امال الاخضر ده بيعمل ايه في جيبك؟ بتفتشي ورايا يا نوسه؟ يا عم انا لا بفتش ولا بني، بس انا مش هسمح لك تضيع شقايا وشقى ابويا ويتقفل بالشمع الاحمر. بقول لك ايه يا سمير؟ الحكومه موتها وسمها تجار العمله، وانت عامل لي شملول قوي يا بنك الفقر انت. بس لحد كده وخلصت. بص يا نوسه، مفاتيح المخروبه ايه؟ وبعد كده مالكيش عندي حاجه. المركب اللي تودي يا سيدي، وربنا يعوض علينا في اللي انت نهبته من مال اليتامى. انا معرفش ايه القرص اللي انت بتقرصهولي ده. ده انا جوز اختك يا نوسه. شلها يا جوز اختي. الحريقه قايمه على ايه المره دي؟ بقول لك ايه؟ لو فتحتي بقك المره دي لاكون مربياكي من الاول وجديد. جوزك يا اختي خربها وقعد على تلاها. ما تهدي بقى شويه يا نوسه. امال يا اختي لو مش جوز اختك كنت عملت فينا ايه؟ اهو اديني خارج لكم امال اهو انضف من الصيني. محدش يسالني في حاجه بعد كده بقى. استنى يا سمير والنبي عشان خاطر. اوعي يا نوجا، اوعي اوعي يا ناس التحقيق. والله ده شيطان صدقني. بصي بصي ده العفاريت بتتنطط في وش سيميني لحد ما اهدى. اوعي يا اوعي يا نوجا. يا سمير والله قلبها ابيض وبتقصد. عاجبك كده يا نوسه؟ يا ريت بقى يا حبيبتي تهدي. قلبها ابيض وما تقصد؟ لا يا اخت اقصد. والله انا عارفه اني طالعه على ايدك. علي مين؟ علي ابو ضيف يا فندم. علي ابو ضيف. مبروك، الف مبروك يا علي. الله يبارك فيك. وان شاء الله تخلص من غير مخالفات. ان شاء الله ان شاء الله. روح استلم عربية التوزيع من مدير مخزن الأدوية. هو صح إنه ثقيل دم شوية لكنه الراجل دغري. تفضل. شكرا فندم. العفو. تفضل. سلام وليد. عليكم السلام. ألو. لا النمرة غلط. الله ينعل أبو الطريق اللي يبعدني عنك يا صالح. صباح الخير يا موسى. صباح الخير. أخوك ماهر سكن شقة الدكتور. تعال معايا. معاك؟ ولا ماهر؟ أنت بتصمصر من ورايا يالا؟ بتسرقني؟ اشحال لو ما كنتش أختي. يا نوسة وربنا كنت جاي لي. جاي لي؟ طب متشكرين أنت يا عم حسن. يا بالهداوة بالهداوة يا نوسة. شيل يا معفن السيجارة، شيل الخواجات يقولوا علينا إيه، شيل. يا نوسة العيلة فرنساوي، أنا كنت خايف الخواجة كتير. وحياة أمك ورحمة أبويا يا ماهر اللي ربيك على اللي أنت بتعمله ده. إب يالا بالفلوس إب. أهم يا نوسة. إيه دول يا رحام؟ أنا قصدي على الهروهات اللي أنت لسه هبشها من خواج. سيكا ما نشوف آخرتها. قشطة. بص بقى يا ضناي، بص. البنت الأمريكانية اللي أنت مصاحبها فكك منها خالص، قلبي متوغبش منها قوي. أنت بتقولي إيه يا نوسة؟ ده أكتر خواجات فهماني من كل اللي أنا بعرفه. يا ابني السكة دي بتجيب الخراب. يا نوسة ديني بتعلم لغة بدل ما أنا قاعد جنبك كده. لغة؟